تضاعفت أسعار مادتي الصوجة والذرة في الأسواق المحلية اللتان تدخلان في غذاء الدواجن إلى 3 مرات في ظرف وجيز بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية وجائحة كورونا حسب ما أكده الناشطون في المجال. نقص في المواد الأولية مع الارتفاع الجنوني للأسعار تاع الصوجة والمايس مع تطبيق ضريبة على مادة المايس مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه الأخيرة، وبالتالي الأعلاف هي ولات غلات. الأعلاف كانت في 470، اليوم يتفوق 6000 دينار، فوق 600000. المايس كان في 230، اليوم يتفوق 500. الصوجة كانت في 470، اليوم في 300 مليون. هذا هو اللي أثر سلبا على الشعبة. هذه الأزمة تسببت في تراجع عدد مربي الدواجن إلى 30%. اليوم نلاحظوا باللي حوالي 30% من المربين اللي ما زالوا يمارسوا المهنة هذه وما زالوا يقوموا بعملية الوضع، والباقي باسكو المواد الاوليه غلات بزاف، وبالتالي راح نلاحظوا باللي راح يكون نقص في التربيه ونقص في توفير الدجاج في السوق. ويبقى الموافقه على دفتر شروط لتربيه الدواجن احد اهم الحلول لتنظيم الشعبه وضبط المهنه وتجنب المضاربه، مع الاسراع في اتخاذ عده اجراءات للحد من استيراد الاعلاف عبر تحفيز الفلاحين لزراعه الذره التي تراجعت مساحتها المزروعه من 79000 هكتار العام الماضي الى 8000 هكتار هذا العام.